كيف تتصرف الزوجة بحكمة مع زوجها الخائن؟ استمعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة. هذا الموضوع مهم جدا، لأن كثير من العلاقات الزوجية يعني كيعيشوا هذا الواقع المرير. فكم من علاقة اللي فشات هذا السر وعرفه الناس وصاروا يتحدثون عنه في كل وقت وحين، وكم من علاقة زوجية اللي كتمت هذا السر ولا زالت تتجرع مرارة الخيانة الزوجية في صمت. لذلك إن شاء الله تعالى أحببت يعني أن أوجه نصائح وتوجيهات وحلول مناسبة استعين بها الزوجة بعد الله عز وجل على حل هذه المشكلة وهذه المعضلة. أيتها الزوجة المسلمة، أولا يعني ما خصش تقولي أنه الزوج ديالك خائن أو يتعامل بالخيانة الزوجية حتى يكون داك الشيء بدليل قاطع وحجج، يعني ما يكونش غير سوء ظن أو شك أو وهم، لأن الله تعالى يقول إن بعض الظن إثم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه فعلا إذا وقع الزوج في الخيانة الزوجية وعندك أدلة وحجج قاطعة، فهنا أولا يعني حاولي تصرفي بعقل راجح وبحكمة. يعني ربما كم من زوجة يعني كتستعجل الأمر ومن بعد كتندم وكتوصل شي أمور يعني لا تحمد عقباها، ولذلك شيئا فشيئا حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بالفرج. أولا اسأل الله له الهداية، لأن الدعاء في ظهر الغيب مستجاب. دعي معه بالهداية، دعي معه من تكوني ساجدة في الثلث الأخير من الليل، من تكوني صائمة، في أي وقت فكرتي الزوج ديالك بهذا الخطأ دعي معه يعني، واسأل الله له يعني الثبات والهداية والاكتفاء بالحلال وبغض الحرام. هذه المسألة الأولى، استمر عليها واحد المدة فالله سبحانه وتعالى قادر، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. المسألة الثانية وهي أنه ربما قد يكون هذا من تدخل شياطين الإنس وشياطين الجن، ربما عملوا له سحر وكيبغضوا له الزوجة دياله أو يديروا له سحر التفريق أو سحر الزينة والفاحشة حتى يعني تفضح هو وتفضح هذه الأسرة هذه. فيعني كان نصحك أنك يعني تعاملي مثلا بالرقية الشرعية، تعاملي بصورة البقرة في الدار، تعاملي بأذكار الصباح والمساء وتنصحي حتى هو بهم بلا ما تبيني له بأن راني عارفة اسمه كاين وهاسمه كدير له. يعني في الأول غير تحددي معاه كأنكما يعني ديروا يعني تحصينات شرعية، وقرأي علم سورة الفاتحة آية الكرسي قل هو الله أحد المعوذتين ونفثي في الماء وأعطيه يشرب، سواء يعني بعلمه أو بغير علمه، وهم ديري طرق في الرقية الشرعية في المسائل. إياك ثم إياك يعني إلى تفوت الرقية الشرعية وتمشي لشي مسائل اللي هي شركية والدخول الجانب السحر وجانب الشعوذة، هذا أمر خطير. وغادي تصدقي انت يا درتي شي حاجة اللي كتر منه، لأن يعني السحر شرك بالله، والشرك أعظم من الزنا وأعظم من الخيانة اللي وقع فيها الزوج ديالك. إذا قلنا المرحلة الأولى غادي تدعي معها، المرحلة الثانية يعني غادي تحاولي تتعاملي بالرقية الشرعية والتحصينات. المرحلة الثالثة أنه إذا كانت عندك حجج قاطعة وأنه بعد الدعاء وبعد الرقية الشرعية والتحصينات وغير ذلك من الأمور يعني ما بنت لك حتى شي نتيجة في هذا الشخص، أنه نستمر على الوضع اللي راه فيه، هنا حاولي تفتحي معه الموضوع وحاولي يكون هذا الموضوع بيناتكم فقط، يعني ما كانش تدخل طرف ثالث أبدا،
حتى انه ولو الوليدات اللي معاكم يعني ما يكونوش عندهم الخبر، ربما خص يكونوا ناعسين احسن، او انهم يكونوا يقراو افضل، وفتحي معاه الموضوع وقولي له هاسمو باغي نقول لك هاسمو كنقول لك، ووضحي له الامر جيدا وراه عندي ادله وبينيها له ووضحيها له باش ما عنده فين يعني يتملص. ديك الساعه ربما ملي غادي يشوف انه عندك ادله وحجج وغادي يخاف تفضحيه، يخاف يعني تكشف السر ديالو والستر ديالو امام الناس، ربما يعني يتعظ ويعتذر ويطلب المسامحه ان شاء الله تعالى، وتعود المياه الى مجاريها. وثانيا يعني يقول ها هي الادله، ورا دابا يعني غادي نمحيها منين اعتذرت لي وطلبت السماحه وانك ما غاديش تستمر، صافي هاد الادله يعني غادي نطمسها نهائيا ما غاديش تبقى عندي. ولكن الا تكررت المساله راه غادي نحتفظ بالادله وغادي نوريها ونوضحها اما العائله ديالي ولا العائله ديالك، وغادي يشوفوا يعني سموك هتتصرف سموك هتدير. فهو ملي كيسمع هاد المسائل هادي يعني كيخاف على السمعه ديالو، كيخاف على 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 الكرامه ديالو يعني توصل لهذا المستوى. هذا هذه المرحله الثالثه. المرحله الرابعه انه بعد هذا الكلام بينك وبينه ما كانش حتى شي حاجه، ما كان حتى شي نتيجه، وهو استمر على الخيانه الزوجيه. هنايا كذلك فتحي معاه الموضوع وقولي له دابا انا عييت نصبر ونصحتك وتكلمت معاك، ولكن انت زايد مستمر على هذا الشيء، انا غادي ندخل الطرف الثالث، غادي ندخل الطرف الثالث. ديك الساعات قدرت تكلمي يعني مع شي واحد من العائله ديالو هو، شتي انت العائله ديالك يعني غير خليهم بعاد احسن، لان يعني الى سمعوا غادي يبقاو دائما مقلقين وبقاو دائما يعني ما مرتاحينش من جهتك. ولهذا خلي الامور صافيه من جهه عائلتك ووالديك، ولكن شوفي اما الاخ ديالو او عمو او خالو او شي واحد يعني اللي يقدر ياثر فيه ويدخل طرف ثالث في هذا الموضوع هذا. فهو منين غادي يشوف بان غادي تقولي له غادي نقول هذا شي واحد من عائلتك وغادي ندخل هذا الطرف، يعني غادي ياخذ ذاك المسائل بعين الاعتبار وغادي يحاول يعني يوقف يعني هذا الخطا ويعتذر ان شاء الله عز وجل. فإلا تدخل الطرف الثالث وتكلم معاه في هذا الموضوع، وانت اعطيتيه الادله، اعطيتيه الحجج القاطعه اسمو كيدير اسمو كيدير، وتكلم مع هذاك الشخص سواء معاك ولا بوحدو يعني تكلم معه على انفراد، وبعد مده لا زال مستمرا في هذا المشكل تاع الخيانه الزوجيه. فهنا الا شتي انه هذا الزوج يعني ما كيعطيكش الحق ديالك، وانه يعني مشغول بجهه اخرى وراكي مضروره، فهنا الاسلام يعني كيعطيك انت يا القرار بيدك. فإلا بغيتي تبقاي مع هذا الزوج هذا بهذا البلوى اللي فيه وهذا الابتلاء فلك ذلك، اما انه الا شتي انك مضروره وانه يعني هاضمك في الحقوق ديالك، ربما شي نهار يجيب لك شي مرض من تاع المعروف هذا الفاحشه، فالاسلام كذلك اعطاك حق انك تطلبي يعني الطلاق وتبدلي حياتك يعني من جديد. فارجو من الله ونتمنى ان ما توصلش الامور الى الطلاق والى شتات العائله، وانما تعالج الامور يعني غير بالطرق الاولى اللي شفناها، اما بالكلام اما بالدعاء اما بالرقيه الشرعيه اما بتدخل الطرف الثالث. انه على ما يشاء قدير وبالاجابه جدير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.